يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله هذا القول: فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليهم بغير خلاف بين الأئمة، فهل هذا النقل صحيح؟ نعم، صلى عليهم في التشهد الأخير، ويصلى عليهم أحياناً مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، فيقال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً. نعم، يفعل هذا بعض الأحيان، أما أن يقتصر على الآل فقط فيقال صلى الله عليه وآله وسلم فلا. نعم.